والآن مع كلمة حول المولد النبوي الشريف يلقيها على مسامعنا ومسامعكم السيدة الأستاذ فاضل الأستاذ إسماعيل فإن تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أبنائي الأعزاء أساتذتي الأفاضل، أعتذر إليكم وأنا أتكلم وأنا أقلكم علما، فقد تكلم أخي الأستاذ ماهر فأنجز وأعجز وكان له حظا كبيرا نرجو الله أن يتقبل منه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. أحبابي الكرام بل أبنائي، إن في هذا اليوم الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتحتار في أي شيء تتكلم وعن أي شيء تتكلم، فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف المعجزة ومليئة بالمواقف المعلمة لغيره صلى الله عليه وسلم. ولكني هنا أذكر حديثا خفيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي في مسجده الكريم يجلس بين أصحابه فنظر إليه الصحابة وقالوا يا رسول الله لم بعثك الله صلى الله عليه وسلم، سبب بعثك إليه يا حبيبي يا محمد؟ فقال إنما بعثت لأتمم مكاري والأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واسمع بقلبك وعقلك مش بأذنك فقط، لأن هذه الأخلاق في الدين الإسلامي لها الفضل الكبير والعظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يبلغ يوم القيامة بأخلاقه ما لا يبلغه النبيون والشهداء والصديقين. الأخلاق، الأخلاق التي شبه انعدمت في المجتمع الإسلامي فلم يكن لكثير من الناس حظ منها. في هذا الموقف حادثة صدر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في قبيلة بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، فجاء الملائكة وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وخاف أثر قلبه بماء من زمزم في طاسة من ذهب صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا منه حمى الشيطان فقال جبرائيل لإسرافيل يا إسرافيل زنه مع شرط من المؤمنين فهزمه فرجع، زنه بمئة فرجع صلى الله عليه وسلم، زنه بألف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فبما سبق هذا الرسول سبق الناس كلها النبي صلى الله عليه وسلم، ياتيكم الرد والجواب من المولى عز وجل حينما قال فلعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يهتدوا بهذا الحديث. الهدايه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم للكائنات جميعا ليس للانسان ولا للجمادات ولا للحيوان، ولكن احب النبي صلى الله عليه وسلم الكون كله، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كل شيء، واحب الهدايه لكل شيء، واحب ان يدخل الناس جميعا في دين الله حتى ينجو من عذاب الله يوم القيامه. الحب الذي ملأ قلب النبي لكل شيء، فكان يجري قبل صحابته فمرت جنازة يهودي فيأخذ رسول الله عليه وسلم ويبكي فيقولون يا رسول الله أتبكي على رجل يهودي؟ قال نفس تفلتت مني إلى النيران.
صلى الله عليه وسلم. شوف نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة وليس لأمر من الدنيا. أحب أن يهتدي الناس صلى الله عليه وسلم حتى يحميهم من عذاب النار ومن عذاب المولى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة التي يجب أن تكون متوفرة في كل إنسان مسلم، أن ينظر إلى الآخرين نظرة حب وعطف وإشفاق بما سوف يكون يوم القيامة. كيف تواجهون ربهم بعبادات مختلفة غير توحيد الله عز وجل؟ كيف سيكون مصيرهم؟ كيف سيكون مآلهم؟ هذا ما كان يتضمن عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الذي اشتكى إليه الجبل واشتكت إليه اليمامة في من فجعها في أطفالها فلم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من فجع هذه في صغارها فليردهم إليها صلى الله عليه وسلم. حب في حب في حب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلكم يتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وأسر من الأسرى ما أسر، وهم الذين عذبوا أصحابه وطردوه من مكة وجعلوه يلجأ إلى المدينة إلى يثرب، فقال ما تظنون أني فاعل بكم صلى الله عليه وسلم، وهو في موت القوة وفي موت العزة، وكان يستطيع أن يفعل فيهم القتل أو يفعل فيهم الحبس، ولكنهم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليس الإسلام دين انتقام، وليس الإسلام دين قتل كما أشيع، فلو كان انتشر بالقتل لقتله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه دين حب وإعزاز. فيقول المولى عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنحوا، يقدم السلم على ولا تقاتل حتى وأنت في صفوف المعركة حتى يقبل منك أول جندي، أنت ما تقتلش الأول. وكان صلى الله عليه وسلم حبا في الناس، كان يوصي الجيوش التي هي في موت في موت القوة وفي موت الكراهية للغير، وهي تذهب لكي تنشر الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا رجلا مسلما ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرا ولا تلهبوا راهبا في صومعته، ولكن قاتلوا من يقاتلكم فقط، ما تنشرش القتل بس وفقط اللي بيقتلك فقط، حتى لو وقف كده وقالك انا جمعت للسلف فقد عصر الله. فأي حب جاء به هذا الرسول وأي حب تضمنه هذا الإسلام حب عظيم، ولكن الناس عنه غافلون، حتى أن المسلمين أصبحوا في تعاملهم بغير الأخلاق وبغير ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف في سبعة معظمهم الله منهم شاب نشأ في عبادة الله، ولكن أيهات أيهات من الآن الذي يأبى لأن يقوم للصلاة أو يقوم لسنن النبي ونوافله؟ من الذي يحرص على صيام الاثنين والخميس؟ هذه هي احتفالك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تركتها فأنت تتحلل من دينك، فأنت تترك النبي. هي دي السنة اللي انت تحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم خلال العام بتاعك. لا وراء مطلوب عليكم، انظروا جيدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا جيدا في كتاب القرآن الكريم، سوف تجدون الكثير والكثير الذي تستغفرون عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.